في هذا العدد سنتعرف على شباب استغلوا قوة منصات التواصل الاجتماعي لنشر مكارم الأخلاق وحسن السلوك. تصور المتصور أن الدين هذا يمارسه فقط رجال الدين، نحن في الإسلام عندناش رجال الدين، صحيح أن علماء متخصصون ميدانهم طبعا. الفتوى والمنابر العلمية واضح، لكن التبليغ تبليغ الإسلام، نحن أمة التبليغ. رسالتي أريد أن أوجهها للجميع أن الدين لا يمنع أبدا من الحياة، بل الدين هو الحياة بالكامل. لأنه هذا المؤثرين جابوا واحد الفكر غربي وأدخلوه لعقل الشاب المسلم الجزائري وباقي شباب المسلمين العرب. كاين تعليقات اللي يخلوك اصلا ما عندكش نرد عليهم، وكاين تعليقات اللي اضطر نرد عليه ببارك الله فيك. انتشار هؤلاء يعني يستحقون كل الدعم صراحه، وانا سعيده بهم جدا جدا. يا شيخ انيس ما شاء الله عليك. خلونا بوزيتيف سهره 3 9:15 العشيه على شروق تيفي.